السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي أوقاتكم. رجعت لكم بعد طول الغياب. الحقيقة مثل ما سمعتوا إنه في كتير أمور صارت بتركيا، وفي من انترحلوا وفي من انتقلوا على ولاياتهم اللي كانوا قبل الزلزال فيها، وأنا رجعت على نفس الولاية بس غير أنطاكيا. والحقيقة أنا ما حسنت أصور النقلة وترتيب الأغراض، لكن حبيت أصور هذا الروتين بعد كذا مرة تعزيل وتنظيف وتليف بالبيت. الحقيقة البيت شوي قديم، بناء قديم بس كتير شرح الحمد لله، ومساحاته كبيرة وواسعة الحمد لله رب العالمين. يعني شو بدنا نعمل، اضطرينا بسبب رجوعنا للمنطقة يلي فيها كمالكنا، والحمد لله رب العالمين سجلنا الأولاد بالمدارس وعم نحاول نستقر ونتعود على المنطقة. طمنوني عنكم، شلونكم وشو أخباركم، كيف هالأيام معكم، تحضيراتكم للمدارس لبداية الشتوية. الحقيقة ما شاء الله عنا المطر كتير 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 ما شاء الله. الله يبعث الخير ويكون عام كله خير وتفاؤل وسعادة وأمان واستقرار للجميع. وهون حتى زرعاتي نقلتهم معي، رغم أنا شفت كتير صبايا رجعوا لمناطقهم الزرعات، إما أطول الجيران أو باعوها، لكن ما حسنت أستغني عنه لأنه زرعاتي بحسهم هن يعني حياتي. بقعد أوقات ما قابلهم وبحكي معهم. يعني العرق الأخضر الزرع بيوحد رب العالمين، بيجينا ثواب فيه وبالإضافة راحة نفسية وبعطي طاقة إيجابية. وهي هيك بعد ما خلصت الحوسة أو التعزيل، يعني رتبت كل شيء. حاليا انا عم صور بس الصالون، ان شاء الله تعالى يعني ممكن في الفيديو الجاي باذن الله بدي صور المطبخ. هدول اكثر شيء نحن بنستخدمهم، يعني قعدتنا ند السفره بدها تكون بالصالون، الطبخ والشغل بده يكون بالمطبخ باذن الله. طبعا هي الوردات اللي اشتغلتها بنتي، انا قلت لكم باخر فيديو قبل العيد، لكن ونحن عم ننقل لهون انكسرت الفازاي كانت قصيرة، فاضطريت تحطهم بهاي الفازاي الجديدة. وهي هيك رتبت الصالون، طبعا الصالون كتير كبير وسع فيه طقمين. وحبيت صور الطبق المندي اللي طبخته، اكيد مو بنفس اليوم لاني كنت تعبانة ومشغولة. مندي على الطريقة العراقية، تحية لاخوتنا العراقيين، بحطوا له شعرية غير عن طريقتنا، وبحطوا له خضار بازيلا، جزر، بقدونس، ممكن كزبرة خضراء الموجود، ومنضيف له كمان الدجاج بقلبه والرز، وكله مع بعضه بستوي بكون سريع. بالإضافة شويت شوية شيش مع البصل والبندورة، وأكيد مع السلطة. هيك كان الطبق كتير لذيذ وشهي. وهي بعض الصور من المنطقة اللي سكنت فيها، اللي بيعرفها يكتب لي بالتعليقات. ما شاء الله كانت الدنيا مطر كتير، بس صحيت عند المساء فطلعنا تمشينا جنب البحر. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوني الاشتراك واللايك، تشير الفيديو مع أصحابكم. بحبكم كتير، السلام عليكم ورحمة الله.